اللهم لا تجعلني أتبع مشورة الفجار، وجنبني طريق الأشرار، وعصمني من المستهزئين بالأبرار. اللهم اجعل رضا نفسي في شريعتك، واجعلني أتفكر ليل ونهار في كلمتك. اللهم وفقني واصلح لي عملي، واجعلني كشجرة مغروسة على ضفاف الأنهار، لا تزبل أوراقها وتؤتي ثمارها في حينها. اللهم اكفني مشورة الفاسدين، فأعمالهم كرماد اشتدت به الريح. اللهم انزل قضاءك على المفسدين يوم تفصل بين الخطاة والصالحين. يا رب أنت تهلك من يتبع طريق الأشرار، فاحفظني برحمتك واجعلني من الأبرار. اللهم اسمع برحمتك دعوتي، وفرج عني يا رب ضيقتي. يا رب إلى متى يدنس الناس مجدي، وبالباطل يتهمونني ويلطخون كرامتي؟ فيا رب عرفهم أنك تصطفي أولياءك بمشيئتك، وأني حين أدعوك تجيب دعوتي. اللهم اجعلهم يخشوك ولا يخطئوا في غضبهم، واجعلهم يتفحصوا قلوبهم ويتفكروا في نفوسهم. اللهم اجعل أضحياتهم مقبولة لديك، واجعلهم من المتوكلين عليك. يا رب كثيرون يشكون ويقولون ليس هناك من يحسن إلينا، فاشرق يا رب بنور وجهك علينا. اللهم طمئن قلبي بفرحة تغنيني عن كل خيرات الدنيا. يا رب أنام وأصحو مطمئنا، فأنت وحدك تحفظني وتجعل السلام يحل في بيتي. هنيئا لمن لا يتبعون مشورة الأشرار، ولا يمشون في طريق الفجار، ولا يجلسون مع المستهزئين بالأبرار. هم الذين ترضى بشرع الله قلوبهم، ويتفكرون ليل ونهار في كلمات ربهم. فهم كشجرة مغروسة عند مجرى النهر، لا تزبل أوراقها وتؤتي ثمارها في أوانها، وأولئك هم المفلحون. على غير الحال يكون الأشرار، فهم مثل الرماد تنثره الرياح، لا مهرب لهم من الحساب في يوم الدين، ولن يكون لهم مكان مع الصالحين. فالله يحفظ طريق الصالحين، وإلى الهلاك يؤدي طريق الفاسدين. يا رب لماذا تمردت أمم الدنيا، ولماذا بالباطل يدبر الناس؟ تحالف ملوك الأرض لينقلبوا على الله وعلى الملك الذي اختاره، وقالوا هيا نتحرر من سلطة الله والملك الذي اختاره، وننزع قيدهما عنا. لكن الله في السماء يستهزئ بهم من فوق عرشه، ويغضب عليهم، وينزل الرعب في قلوبهم، وينذرهم، ويقول لهم أنا الذي توجت الملك الذي اخترته وأجلسته على العرش في جبل القدس. يا رب ها أنا أعلن كلامك الذي ذكرته في كتابك حين قلت لي اليوم أنا تبنيتك وتوجتك لتكون كابني. اطلب مني وأنا أعطي ليدك كل أمم الأرض، فتحكمها بيد من حديد وتحطمها مثل أواني الفخار. فيا ملوك الأرض تعقلوا واحذروا أيها الحكام، اعبدوا الله بتقوى واخضعوا له وأنتم راضين، واقبلوا الملك المختار، فإن لم تفعلوا يغضب الله عليكم ويهلككم، لكن الله يحفظ ويبارك كل من لجأ إليه. اللهم بارك الذين لا يتبعون مشورة الفجار، والذين لا يمشون في طريق الأشرار، والذين لا يجلسون مع المستهزئين بالأبرار. اللهم بارك الذين ترضى قلوبهم بشريعتك، والذين يتفكرون ليل ونهار في كلمتك. اللهم باركهم في كل ما يفعلون، واجعلهم كشجرة مغروسة عند مجرى النهر، لا تزبل أوراقها وتؤتي ثمارها في حينها. اللهم اكفنا مشورة الفاسدين التالفة، فأعمالهم كرماد اشتدت به ريح عاصفة. اللهم انزل قضاءك على المفسدين يوم تفصل بين الخطاة والصالحين. يا رب أنت تهلك من يتبع طريق الأشرار، فاحفظ برحمتك من اتبعك من الأبرار. اللهم إني أشكو إليك كثرة من أراد أذيتي،
يقولون أن ربي غير قادر على نجدتي، لكن يا رب أنت حصني، تنصرني وترفع هامتي. أستغيث بك ربي، فمن عليائك سمعت دعوتي. أنام وأصحو مطمئنا، فأنت يا رب تحفظ روعتي. فلا أهاب كثرة أعدائي، فمنك يا رب حمايتي. يا رب اكسر شوكة أعدائي، وبدل بالنصر هزيمتي. فاحسن إلينا يا رب، ويا لطيف نجي حياتي. يا رب زاد البلاء وحاصرني الأعداء، يقولون لي إلهك لن ينجيك من الفناء. لكن يا رب أنت حصني، تنصرني وترفع رأسي في العلياء. أستغيث بك ربي من شدة الابتلاء، فلتستجب لي من عليائك يا رب السماء. أنام وأصحو وأنا معك في أمان، لأنك تحميني يا رب السماء. فلا أهاب إن كثر من حولي الأعداء، ولا إن تزاحم على قتلي الغرماء. فأغثني ربي، وبدل بالنصر هزيمتي، واكسر عني شوكة الأعداء. يا رب نجي حياتي، وباركنا يا سميع الدعاء. اللهم اسمع برحمتك دعوتي، وفرج عني يا رب ضيقتي. اللهم اكفني شر من تكلم بالسوء عني، واحفظ من قول الباطل كرامتي. يا من تصطفي أولياءك بمشيئتك، وحين أدعوك تجيب دعوتي. اللهم انزل خشيتك في قلب أعدائي، فيتفكروا ويتراجعوا عن أذيتي. اللهم اجعلهم يتوكلون عليك، فيخلصون في عبادتك. يا رب كثيرون يشكون ويقولون ليس هناك من يحسن إلينا، فاشرق يا رب بنور وجهك علينا. اللهم طمئن قلبي بفرحة تغنيني عن كل خيرات الدنيا. اللهم اجعل السلام يحل في بيتي، وأطمئن في صحوي وغفلتي.